لسه مكملين كلامنا سيادة النائب، يعني موضوع قانون التظاهر شايفه ازاي؟ لأنه طبعًا أثار جدل واسع نطاق مش بس في الأوساط السياسية، كمان طبعًا على مستوى الشارع المصري. هو طبعا يعني حق التظاهر مكفول لكل مواطن في مصر، ولكن لابد يكون هناك ضوابط. يعني ما حدش يتظاهر بقى 24 ساعة. يعني التظاهر ده أنت بتوصل صوتك أو رسالتك من خلال وقفة ساعة ساعة ونص، وبعد كده خلاص تروح شوف شغلك. لكن للأسف الشديد احنا عندنا همجية مش تظاهر. نقطع الشارع، ممكن يكون إسعاف معدي، ممكن يكون في حالة، ممكن إنسان هيموت ومحتاج إنقاذ. لكن للأسف الشديد لازم يكون احنا عندنا رؤية وعندنا ثقافة التظاهر. التظاهر ده موضوع مكفول لكل، ده من ضمن قمة الحريات يعني. لكن احنا للأسف الشديد بناخد التظاهر ده بيبقى فيه نوع من الهمجية ونوع من التعدي على المال الخاص والتعدي على المال العام والصوت العالي بحجة التظاهر. بحجة التظاهر. بعدين عايزين ما نيجي نتكلم على التظاهر، طب ما نبص نشوف بره التظاهر بتعمل ازاي. ما انا بصيت وفوجئت الحقيقة. انا حطيت قوانين التظاهر في فرنسا وفي المانيا وفي لندن في بريطانيا، وفوجئت الحقيقة ان احنا يعني لا. السؤال بقى، احنا عايزين نعمل تظاهر وعايزين حرية وديمقراطية واحنا شعب راقي، طب خلاص نطبق بقى القواعد اللي بتتم في الشعوب الراقيه اللي احنا عايزين نبقى زيها، اللي هي 1 2 3 ضوابط. حضرتك عايز تعترض، تعترض لمده ساعه ساعتين ثلاثه، لكن احنا عندنا همجيه وتسريب تقف في مكان معين متفق عليه من الساعه كذا للساعه ممنوع كذا. ممنوع انا ماشي على الرصيف ممنوع تمنعني، مكتوب عليها اللي انت عايزه. انا مواطن ماشي في الشارع ممنوع تمنعني، مع انك تمنعني يبقى انت تعديت على حريتي انا في الشارع. بالك بقى يقفلوا الشوارع ويعملوا همجيه يعني بتشوف انها كيفيه تعامل البرلمان مع قانون التظاهر هيكون بالابقاء عليه بهذا الشكل ولا تعديله؟ عندما يعرض هذا القانون انا شخصيا يعني في بنود كثيره يعني ما مرتهاش، لكن اعتقد ان انا مع تطبيق القانون التظاهر اللي بيطبق في الدول اللي احنا عايزين نبقى زيها. يتفضل يطبقوه 1 2 3 تمام.